سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش كتعاودوا كل شيء بخير؟ كتوني لابسه دابا غنخرج. اليوم الجمعه، جمعه مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر، كل ما كتمنوا يا ربي. قولوا امين اختي، قولوا امين، قولوا امين. المهم هانتوما اليوم ما جمعتش الدار، عندي روبين كنت غنجمع، ولكن الدار كانوا باغين كسيكسو، غنمشي نتعاون عليه انا ورميساء مرات خويا وصافي. غنديني شي خضيره هنايا جاب عبدو، هانتوما خيزو داكشي. المهم باقي عندي روبين هنا، غنهز داكشي اللي غندي منه للدار وغنرجع اي كل حاجه للبلاصه اللي خصها ترجع. يلا لقيتوني حيت هادشي من الميكات، قلت نلبس هو الاول باش ما نتعطلش في الدار، باش نبداش نجبد في الركاني. باقا عندي شويه الروينه تما، هذوك شي فايطات سريت كانوا مصبنين، غدا نطويهم ونديرهم في ديك البواطه. داكشي اللي كتشوفوا الروينه تما، ما جمعت لا دار لا والو. حدنا فطرنا، جمعنا الفطور، درت ميعنا تيتغسلوا، لبست حوايجي. شوف لبست اليوم الكحل، هانتوما شنو لابسه. لابسه بليغه، لبسه سروال الكحل، وهذا ديال الدونتيل تاعو في الكحل، كنت خديتهم من شيئين. ولبست معاه هاد بحال جليبه محلوله كيمونو، كان صوبته ليا صاحبتي حسنة اللي في خنيفرة، حسنة بيوتي اند هوم، صوبته لي شي عامين وقيلا دابا. صراحة كيجي زويون وخفيف، تقدر تلبسو معاه غير الصموش باش يبان هكا زوين، تقدر تلبسو معاه الكم كيما درت انا. وزيت هاد الصويب الكحل وصافي. غنمشيو دابا نصوبو كسيكسو عند الوالدة وناكلو كسيكسو، توحشنا عندها. ونوراها عندي شلة ما يدارش، ونمشي هكا، باغي نمشي هكا شوية نقاد حجباني. قلت لكم داك الفيديو كيغوتو والشعر بن وجهي كيغوت، نمشيو نقادو شويه الحاله، خاصني ندير تا بيديكور. المهم اللي قدني الوقت، باقا عندي هاد السيمانه جالسه كونجي، كل نهار نديرو حاجه. يلا دابا خصني نخرجو نشدو الطريق نمشيو عند والدها. الله يا اختي، واحد الشموشات صابحه ما نعاودش لك كيفاش دايره. الشمس كتحرق وانا لابسه الكحل. دابا هاد الايامات ديال رمضان ولفت نلبس البلدي، كنت كنمشي بيه حتى الخدمه، قليل فين كنلبس، ما كنلبسوش زعما. ولفت هذوك لي كيمونو الصراحه غزالين، بونيده والله الا اختراع زوين. ايوا قلت لكم ولفت لبس البلدي، داكشي علاش اليوم قلت نمشي لابسه ثاني هذا الكيمونو، ولكن راه الشمس طيباتني 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 الشمس. باقي يلا في الطوموبيل لقيتها سخونه طايبه، عرفتي الفون وكتسناي برد شويه، وكلشي كلشي سخون. الصباح ملي صوبنا فطور هاد اليامات كامله مورا رمضان، كيحسب لك راسك بحال باقا صايمه، بحال بحال غتفطر رمضان. حتى الشهيه سبحان الله ولفنا ديك الماكله ديال الليل مره واحده. انا كنت كنفطر صافي وكنجمع. ايوا سكيفي بقينا مجمعين على الفطور غير شويه، بحال كنقبو صافي كنديرو الخاطر بعضياتنا زعما فاطرين مجموعين. جات 8 قال لي عبد بلاتي تسعود باقي فيناش الجوع، 10 ما فيناش الجوع. ايوا اختي 11 و12 ما بقى فطور، نضنا فطرنا غير باش نتسنى فطرنا صافي. صافي دابا كنتسنى غير الطوموبيل تبرد لي واحد شويه اختي، وشفت الطريق صافي اختي توكل على الله. صراحه كتشوي، بسم الله توكلنا على الله. نمشيو نجمعو مع الدار شويه. شوفوا شكون يبغى يتصور معايا، قولي سلام. شوفوا شكون جا معاه الصيف، ان وقفوا شوفوا ان يلا جلسي شوفوا ان هاي شكون جا معاه الصيف، شكون جا معاه الكساوي. تبارك الله ما شاء الله جاتك زوينه. لا كسا ولا عامل فوق لابسه لابسه لابسه، ماما قالت لي ما تكون على ديالو لابسه لابسه الكوشه والكيلوط. هاي 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 قولي السلام، شافتني لقات في التليفون قالت لي انا. المهم وصلت عند ماما جمعنا شويه، لقيتو ماما تعطلو في الفطور، ودابا راه نصبت كسليكسو اختي. هاي كوكوط ما كتصفر، بقات دارت الخضره بقات غير القرعه، غادي نوريو القرعه. القرعه مطيشه كنخليها حتى للاخر، وقلت لماما اليوم دير لنا اللمسه ديال هي دارت العطريه، دارت كلشي انا وجدت ليها دارت العطريه. دابا غنصاوبو السميده. شنو هي هادي؟ شنو سميتها؟ قولي السميده، قولي السميده، قولي السميده. وغسلت المعنى بقى لي غير البانيوات اللي خاطر شي مخضره داكشي، شنو هذا الشيء الروينه صافي ساليه. نجمعو على كسيكسو اجي ديالي. قولي كسكسو، قولي كسكسو، غطي قولي كسكسو. كديره تحشيني يلا قلتي انا صافي مشات الهضره. بوتاني اللي كيفاش قولي توحشتك اوان سميده. شنو هي هذه سميده؟ وريهم سميده، قولي سميده تاكليها خضرا زوينه. قولي كتكسو ما عجبتهاش. قولي كتكسو شوفي كيفاش تاكل السميده خضرا. شوفي ماما، ماما قالت لي استحي عليا تكلتيني. اكل كول اكل. ايوا تاكلي لنا كتكسو خضر زوينه. بارك عليك بارك عليك، شبعتي بارك عليك. ربي عجينات ربي عجينات. ها شوفي التربيعه مسلفه، نديرو نديرو هكا عاجبني انا، هكا عاجبني انا.
هكا عجبني راسي، هكا عجبني راسي، وهكا حبوني ناسي، هكا حبوني ناسي. والكبودة واش المغرب، والكبودة والكبودة والكبدبد 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 والكبدبد. لا تحتي هنا، لا فازك هنا فازك. والكبدبد يا راسي عند امي ما تكمل، انا نجمع هادشي نكمل امي على تغسلهم. هادي كندير فيها نجمع فيها زينه خاطركم صافا ما بقاش باش يرجع كلشي مغسول، باش يرجع ويدخل هاد الجهه صافي. هادشي اللي كاين شنو تيحس السمن وحشنا كسيكسه. النهار اللي مرضتي ما كليناهاش انا كاينش مع العيد كاينش خضره ديك الساعه ما تقديناش على تفاح. بصي على الفين ليا بيس كبيره. كليني 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 كليتني بحالة انا. كليني كليني كليتني انا. بنينة انا زينة انا حلوة. الله على الحلاوة، الله على الحلاوة. انت هي حلوة وانت خير دير غرض. سير ما تخديش غلط انت عند ماما. سير ديرو ما يسقصك. صوبي ليا زيتي، صوبي ليا زيتي باش ما تحش ليا الشعر. صوبي ليا صوبي ليا زيتي خدمي. احلى 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 وغنبقاو بلا بدا سيري ندير السميده احلى. يلا نصوب السميده ونرجع لكم. صافي يا اختي سقا هذيك سقا وسقا هذيك بعدي مني. اوان ها انت بغيتي نزيد شتي دابا دابا هادي حاله صوب بغيتي تكسر. فين هو فين هو فين هو فين هو فين هو فين هو زيدي. شوفي الكاميرا، شوفي الكاميرا فين هو زيدي. شوفي هنا الكاميرا فين هو زيدي فين هو. هادي باي باي، هادي باي باي خاصنا نصوبو غديوة. بابا يحيي بينا با سيدي، با سيدي كيجي الجوع ما كيصبرش. شنو هادي لينا حيح علينا نحيح علينا. عرفتوا البنات انا هاد اللحظه ولا هاد اللقطات بالضبط، هاد الجلسه اللي جالسه حدايا ماما هكا في كوزينه وانا كنشقى حداها وكنهضر معاها وكنقول لها ها انت واش ندير هادي واش ندير هادي، ديري يدك انت هنا شوفي اجي تمشي شويه. هادي بالنسبه ليا كانت حلم ما نكذبش عليكم، كابوس وعشتو هاد رمضان. الحمد لله على كل حال، بقى نحمد الله حياتي كامله الحمد لله على كل حال. قلت لكم بالنسبه ليا حلم قسما بالله العظيم، حلم كنعيشو انني هكا حدا ماما كنجمع لامي عنات كنجمع لها قناتها بحال هكا نديرو كسيكس ونجمعو عليه حدانا براء كنضحكو معاها حتى هي مفوجة علينا. الله يحفظها لينا ويحفظها لماماها وباباها، والله يحفظ لينا خويا ومراتو. صراحة معمرين علينا واخا قرابي يلغي خويا على ماما ما يبقاوش معاها. ما غتسخاش بيهم صراحة، ولكن تا هما مساكن خصهم يستقلوا بحياتهم الله يسهل عليهم. والله يحل لهم بيبان الخير يا ربي، والله يجمع كل وحدين كيبغيو بعضياتهم. شوفي لي اختي الغزي ولا ما شاء الله عليها تبارك الله عليها شكون يسخى بها. هادي راه هي النواره ديال العائله، النواره ديال الدار ما شاء الله عليها حنينه عرفتي كتبغينا كيف ما كنبغيو الحمد لله والشكر لله. ايوا بقينا مجمعين في الكوزينه وكنصوبو كسيكسو والله ما حسينا بالوقت. قولها ها خمسة. وي ها بينا ها خمسة. ريان معنا في الكواليس تفرجي في الفيديو ولا راه كانوا كانوا في كانوا في كانوا في كانوا في كانوا في هادي ما كيشوفوكش. ما شافونيش. ما كيشوفوكش. إذا مقوس على راسي. ها. قوسي على راسي. نوال. ها قمشة. ها قمشة الله لها قمشة. حلا أجي تاكلي كسيكس ما تعرفيش عرفتي على عباد الله غادي ديري الصواب ما تعرفيش. قالت لكم نوال تجي كل كسكسة. أجي مرحبا بيكم. قالت لكم نوال تجي كل كسكسة. أجي مرحبا بيكم كل كسكسة معاها.
ما تعرفيش تهضر على البنات شكون عندها اليوم معضل علينا هما ما تعرفيش سكتي ايوا انتما كنشارك معكم اجواء كسيكسو نهار الجمعه عند ماما درنا البنات شحال ضحكنا طيحت في البلاطو ورميسا كتصور فيا شبعنا الضحك شويه وهي طاح لي الغلقه كامله ماما ما كاملش شتينا طاح لي الغلقه كلها في الكاس ديال الكاس ديال اللبن شبعنا الضحك ما شافتناش ماما ايوا اختي جاتني حدا كاس زايده شفتوا شنو درت الحاله للبن دابا حنا كنا كنضحكوا انا ورميسه كنقول لها قمشه كنا شفنا شي فيديو في انستغرام شي واحد طاح كان كيصور فيه شي واحد اتكونوا انتما شفتوا هو باقي كيصور وقال لها قمشه ايوا بقينا حنا مجمعين صافي صدقت وقعت لي انا مع اللبن مع ما مركزاش كنضحك ايوا صافي منعاودش ليكم كسيكسو ديالنا جا ما شاء الله عليه جا غزال والله العظيم جا البنين بنين بنين حيت قلت لماما اش ديري لنا العطريه ديرنا البنه ديال يديك وجا فن ايوا هاد كسيكسو ديالنا وجا الله يعطينا الصحه اش خاصكم انا انت الاولى حبيبه هاد البن عثمان وهاد البن هاد البن هاد البن عثمان مريك مسكت معايا طايحه الله هذا احساس تشرفشنا كسيكسو الاجواء وهاد الكنيسه طويله ولكن تكون فيها ماما ياك ضروري تيكون فيها ميمه ميمي ميمي خليها تبارك شكون يكون فيها شكون يتغدى معانا برك شكون يتغدى معانا شكون غنحطو ليه شكون يحب ليه كسيكسو كسيكسو ماما بابا ماما عيسى اجي برا صافي بارك بداية بارك تحط لها في التصيلة بارك نحيدو الشتاء ونتغداو شو شو بارك بداية بارك كتحط البصل كتبغي تاكل بوحدها يلا اجي نتغداو برافو دخلت للدار صراحه دوز نهير زوين شوفوا ما خرجنا ما والو كنا باغي نمشيو للصالون ولكن صافي بدلنا الراي ديالنا حيت جاو شي ناس جلسنا معهم صوبنا اتاي جاو الناس الاولين والثانيين والثالثين يشوفوا ماما جلسنا بقينا مجمعين معاهم وصافي صدقنا ما مشيناش قلت لروميسه صافي ما نخليوش ماما بوحده خصوصا كنت باغا نمشي انا وياها باغا نمشيو بجوج قالت لي مسكينه سيري غير بوحدك اختي جاني تاني بالضمير قلت لها صافي خليها الغدا ان شاء الله ونديرو شي سليسه انا وياك بجوجنا يكون بابا هكا في الدار تكون ماما معها خالتي ولا شي حاجه وعاد نمشيو ما جاتش نخليوها بوحدها هادشي اللي كاين دابا دخلت للدار شنو نقول لكم درت ديك تاع الدار داك الميناج اللي خصو يدير الدار في الصباح درتو انا حتى الليل سمعوا لا ماشين خدمت درت الصبينه الاولى ودابا الصبينه الثانيه درت المعنه حتى هما كانوا تغسلوا حيتهم من لا ماشين درت فيهم واحد الاخرين وجمعت الدار جمعت الصالون حيت عبدو كيصاوب لنا عشيوه دابا راه كيصلي وحدايا كيصاوب لينا عشيوه لقيتو كيصاوب لي نوغيت مصاوبهم كان مصاوبهم البارح اليوم غير كيديروا من لا شابلور وكيقليهم وهضرت مع رميساء وعصام عرفونا دايرين لي نوغيت كيحماقوا عليهم صافي قالوا لي نجيو حقنا قلت لهم جيو مرحبا بكم اليوم السبت اجي دوزوا معنا هذا شي السبت الجمعه غدا صباح السبت اجي دوزوا معنا السهره ايوا صافي دابا راهما جايين في الطريق الضروري نوضع في جمعه الصالون جمعه الدار المهم داك الشقه اللي خصني نديرو بالنهار ما درتوش درتو في الليل صافي ما شاكت معكم ورحت كنت زربانه ايوا شي ما كان دابا كنتسناهم يجيو نجمعوا ثاني عرفتوا هاد الايامات قلت لماما بحال تقربنا من بعضياتنا ولفنا بعضياتنا بزاف رميسه انا ما شفتناش كل نهار كنتلاقاو ما كاينش نهار اللي ما تلاقيناش مني مرضت ماما قالت لي ماما شوف الحمد لله بعدا تجمعنا كنا كنفطروا مجموعين عبدو كون ما كانش ماما مريضه ما غاديش ما خلنيش زعما نمشي كل نهار نفطروا اولا نمشيو كاملين كل نهار نفطروا فهمت مره في شحال ولكن هاد رمضان دوزنا الحمد لله كلشي مجموع كنا متحدين جلسنا بعضياتنا واسينا بعضياتنا الحمد لله وخا المرض ديال ماما ولكن كانوا شي حوايج خايبين شي حوايج زوينين يعني كان شي حوايج اللي خايبين هما المرض ديال ماما مش حوايج زوينين هما كانت كتشوف العائله كمجموعه وحنا مع بابا ومع خوتي الحمد لله دابا غيجيو نجمعوا ثاني والبراء نعاوش لكم ماشي ولفته كنقول لهم كدير لي السحور كتقول لي اول صافي كنبغي امتى نشوفها كيقول لي اجي كنقول لهم غنجيش غير كيدوزوا لي ولا كتهضر معايا كنقول لهم صافي غنجي غنجي على قبل البراء قلت قبيله العصام كنبقى نضحك انا وهي كنتناقلوا داكشي كنتي دابا انا واخا بغيت نخاصم معاك على قبل البراء ما نتخاصمش معاك حيت غنتوحشها غنبغي نشوفها ايوا صافي نجمع شي شويه وامير تا هو كيلعب مع البنيته وتا هي مسكينه مولفانه الله يحفظها علينا يا ربي صافي غنمشي نكمل دابا غنمشي نلبس ليا شي حاجه حيت جاني الصداع تا اليومين في كازا
الحراره الحراره الموت صافي. كنت باغا ندير ماسكات لوجهي ونقاد شحال هادي ما درت شي غوماج وشي ماسك. قلت صافي حتى الغدا غندير انا ورميساء نبدل البروغرام حتى غدا ان شاء الله ونديرو غدا ديال العنايه ان شاء الله باذن الله. الشاف عبدو هو وجد لينا لي نوغيت صراحه كيجيو فنين مع لي فخيت وصوب لنا حتى العصير. ها نتوما حنا كنتفرجوا في السهره دايرين رشيد شو عبدو تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحه. الصحه والراحه. عرفتي هاد لي نوغيت ضروري خصك تشاركهم معاهم حيت كيجيو زوينين. دابا ثاني مره صوبتينا هاد السيمانه ياك؟ اييه. امتى غنشاركو معاهم فيديو؟ صوبتهم ديك النهار غير عاود تقليتهم اليوم. كيبقاو مزيانين كديرهم في لاشابلو وكتقليهم ياك؟ جاو فنين. ها نتوما عندنا اجواء السهره في الدار. مرحبا بكم. الا بغاو فيديو هاد السيمانه هادي قولوا صافي غدا ان شاء الله. زربانه انا. باش يبقاو ليا. ايوا جلسنا مجمعين قلت لكم دايرين السهره. حنا هاد اليامات راه ولفنا بعضياتنا ما بقيناش كنتفارقوا من المرض ديال ماما كيف ما قلت لكم. في رمضان راه كنت الا جيت للدار صافي كيجي عندي عصام مشكله. دابا ماشي غير عصام عصام ورميساء، براء كتلصق علينا ما بقاتش باغا تفارق معانا. كتبقى تقول اوال عبدو امير. ايوا صافي مسكينه كنديروا لها خاطرنا، اما كنمشيو حنا اما كيجيو هما. غنسالي معكم الفيديو ديال اليوم هنايا، كنتمنى يكون عجبكم. شاركت معكم النهار ديالي كيفاش داز، كيفاش دوزتو في دارنا. صراحه شوفوا مني كنمشي لتما الحمد لله والشكر لله كيعجبني الحال، كندوز نهار زوين غير في الدار، ماشي ضروري نمشي شي بلاصه، ماشي ضروري ناكل مع شنو هو. وواحد الحاجه قولوا لي نتوما اكدوها ليا، قلت قبيله العصام كي تنسى ان شاء الله مني تمشي تكون بوحدك ودير دارك بوحدك غتوقع لك. يمكن دار ديال الوالدين غير خطاهم علينا، كتدخلي لها كيجيك النعاس، كتحسي بواحد الراحه نفسيه واحد الطمانينه. شوفوا انا ليله العيد وقبل من العيد بنهار مني ولات ماما شويه كنت كنمشي نتخشى حداها كنعس حداها كنعنقها ونتخشى معاها في بلاصتها مزاحمين. منعاودش ليكم كنحس براسي يمكن حتى راسي كنمشي كنعس واحد النعسه. والله ما نكذب عليكم البنات، سبحان الله الام في شكل والدار ديال الوالدين بوحدها كنحس بواحد الراحه نفسيه لا مثيل لها. كنحط عيني كنمشي كنحس براسي واحد النعسه زوينه بحال انا عسو دايره هكا نعسو مبتسمه نعسو ما خاصني خير. والله ما نكذب عليكم قبل بنهار من العيد ونهار العيد قلت لها اختي بغينا نديرو النعسه بحال ديال البارح، قالت لي واجي. قالت لي ما نخليكش تنعسي غنشخر عليك. قلت لها لا اختي خليني نتخشى في الحضن ديالك. صراحه نعسه فنه. قلت لها عصام انت دابا تجرب هادشي، انا غير كنمشي عند ماما كيجيني نحس صافي. ملي كنكون كنشقاها واقفه كنقضي الغرضات غير كنجلس صافي كنغيب. المهم هادشي علاش بدلت البروغرام اليوم، كنت باغا نمشي للصالون ندير شحال من حاجه. قلت اختي صافي خليني بحال عندي وقيته ندوزها مع دارنا ندوزها مع خوتي ومع ماما، باقي جاي الوقت نديرو شحال من حاجه. وهذا الشيء ما كان خصني نشوفو الثقه في النفس. واحد الحجبان عندي ديفورماو واحد البنت قالت لي ديك النهار خصني نبقاو لك الحجبان. هو اختي انا كنتحدث معاكم بحالي بحالكم، يعني ما كان مابقاش نعبر الهضره ديالي فهمتوني. بنت اللي متبعيني وكيبغوني راه عارفين اني كنهضر عادي بحالك. تكون كتهضري مع صاحبتك ولا اختك كتقولي ويلي شوفي شوفي هنايا الشعر شوفي هنايا هادي، عادي اختي مع بعضينا حنايا بنات مع بعضينا. يلا البنات خليكم على خير وبخير، كنبغيكم بزاف، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتصبحوا على خير.